وضعه قد حرب عظيم بذلنا فيها مجهود سياسي وفكري عظيم، حيث أننا اجتحنا خط، بس يا كسمة، اجتحنا خط بارليف المنيع. واحد هيقول لي من المتناكين القاعدين يقول لي اجتحناه ازاي، انا اقول لكم، انا كنت ماشي في الصحراء عجبها، كنت انا وجي، فحزقتني التصيرة، فقلت لها لما اخذ يا جين هفك مية وجاي. فوانا ماشي لقيت في حتة رملة كده، وقمت مطلع البلبل وقمت مصير، يعني شخيت يعني مية مية يا معرف. فسبحان الله، يعني جات لي الفكرة ان ازاي الطرطرة فرتكت شوية الرملة دول. فقلت للولاد، ولادي، ان كل واحد يطلع بتاعه ويصير على خط برليف. طبعا انا عايز اقول لكم ان الخط انفجر من كتر النفط بتاع العساكر بالذات بتوع اسيوط. بس يا معلم، وهكذا بقى دخل حس بالطيران والدبابات والمدافع قنابل يا كسمة. حسني كان بيطرطر عليهم من فوق؟ لا، هو كان بيطرطر، بس انا قلت له طرطر الف خير. بس هو بذل مجهود، يعني محدش ينكر. ومن هنا حققنا انتصارا عظيما، والفضل يرجع الى تسير. واخد لي بالك؟ واخد بالك. ايوه. ما تاخدش في بالك كتير عشان كده غلط عليك، خد في حته تانيه. يلا سلام.